السلام عليكم أعزائي الطلبة، أهلا بكم اليوم في فيديو جديد ومهم يخص ما نحن مقبلين عليه من يعني مناقشة رسائل تخرج ماستر 2، يعني رسالة الماستر 2. نتكلم على كيفية عرض محتوى وعناصر المذكرة يوم المناقشة. المذكرة هي عبارة عن يعني مدونة للبحث اللي قام به الطالب خلال يعني السنة الجامعية، خاصة في السداسي الثاني. الآن كيفية العرض وترتيب وتنظيم العناصر أثناء العرض يعني أمر مهم جدا، وعنده أثر كبير على النقطة، لأنه كما تعرفوا رسالة التخرج تقيم من خلال يعني المحتوى المكتوب، الرسالة مطبوعة عليها نقاط، حوالي 10 نقاط أو يعني أكثر حسب يعني التقسيم المعتاد، وكذلك العرض عليه نقاط. العرض عليه نقاط كذلك، على الأقل 5 نقاط على الأقل، العرض والأسئلة وغيرها. لذلك هنا ركزوا على كيفية العرض. الطالب طبيعة الحال راح يقدم خطاب، هو عبارة عن حويصلة وعصارة يعني البحث اللي كف عليه لمدة معتبرة، خلال يعني ممكن كان اللي بدأ قبل السمستر الثاني، كان اللي بدأ قبل سنة، كان اللي بدأ الوقت كيفاش. إذا هذا الخطاب تاع اللي ما يلزمش يتجاوز حوالي ربع ساعة، يعني على الأكثر 15 دقيقة يتقيد بها الطالب، هو يعني تحدي للطالب أنه يلخص مسيرة البحث ومحتوى ذلك المذكرة اللي يكون فيها 70 صفحة أو 80 صفحة أو 90 صفحة أو 50 صفحة في ربع ساعة. يعني هنايا تحدي كبير. إذا لذلك لابد من التركيز في هذا الوقت القصير على أهم النقاط وأهم الخطوات ومفاصل البحث. مفاصل البحث، ما راحش الطالب هنا يقدم كل شيء، يركز على أهم مفاصل البحث في عرضه لرسالة أو مذكرة تخرج أو مشروع تخرج. طبيعة الحال طلبة أغلبية تهم يستعينوا ب يعني برامج العرض مثل باوربوينت، مثل البريزي، مثل الكانفا وغيرها. البرامج هذه ليست شرطا ولكنها يعني مطلوبة وأفضل من ناحية العرض ومن ناحية النقطة. يعني طالب مثلا قدم شفهية بدون استعمال هذه البرامج، طبيعة الحال ماهوش كما طالب يعني قدم شفهيا وقدم كذلك يعني مشروع تاعو من خلال يعني برنامج الباوربوينت وتعبي عليه وجهد عليه ونظمه بالالوان. يعني هنا المجهود اكثر، طبيعه الحال النقطه تكون اكثر، هذا شيء منطقي. لذلك الافضل انه الطالب يعني يقدم باستعمال او مستعانه بخاصه الباوربوينت ولا بريزي كذلك مليح. وكذلك بريزي مليح. من اكثر برامج استعمالا هو الباوربوينت، لانه سهل وسلس ويشبه الورد في كثير من الامور، وعملي كذلك لكل مستويات الطلبه. مثلا انسان في ناحيه يعني التمكن من الاعلام الالي ومن الكتابه بالورد، يقدر فقط وحده يتعامل معاه ويتعلم منه ويكتب فيه، مش معقد كما البريزي شويه فيها خدمه. باوربوينت هو يعني الاسهل والافضل ويكفي الطالب يعني انه يستخدمه. طالب هنا كما تعرفوا قبل ما يقدم المناقشه تاعو، الخطاب تاع المناقشه، راح يكون حضر هذا يعني الباوربوينت تاعو من خلال يعني صفحات او سلايدز، هذيك النوافذ تاعو، اللي تحتوي على كما قلنا اهم عناصر البحث، على اهم عناصر البحث. الان الصفحات والباوربوينت هذا عنده حالتين اثناء العرض. الحاله الاولى انه الطالب يقدم فيها عرض تفصيلي، يعني اهم العناصر يكتب عليها بالتفصيل، كل عنصر يكتب عليه يعني كتابه مطوله، يشرحها شرح مطول وفقط يقرا باوربوينت. يعني يبقى فقط يقرا باوربوينت من سلايدز هذه من اول العرض الى اخر العرض، يعني ربع ساعه كامله فقط هو يقرا. هذا شيء يعني مش يعني ما 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 يعني غير منهج، هو شيء يعني عادي ولكنه غير محبب. يعني هنا يبين انه الطالب نوعا ما يعني مش متمكن من البحث اللي داره، نوع من السلبيه في التفاعل مع
كذلك مع العرض نتاعو الباوربوينت محتوى البحث ومع الجمهور وكذلك مع اللجنه، لان الطالب ودي يقرا فقط لراسه حطه في الباوربوينت ولا في الشاشه نتاعو في اللابتوب مش مليحه، فقط لازم توزع نظرتك هكش بهكش بهكذا وتشرح امور وهكذا. الطريقه الثانيه وهو في الباوربوينت تقدم عرض لاهم العناصر لكن تكتب فقط الخطوط العريضه لكل عنصر، يعني على شكل نقاط مطات، المقدمه مطتين مثلا، الشابتر الاول فيه مثلا مطات، ثلاث نقاط مهمه، ثاني ثلاث نقاط مهمه، هكذا. ماهوش تكتب يعني صفحه تعمرها بكتابه تولي تقرا فقط والناس واحد ما يتبع فيك. فهمنا الطريقه الثانيه الافضل الاوتلاينز، يعني استعمل عن كل عنصر في هذا الباوربوينت عن بحثك يعني خطوط عارضه وليس يعني شرح تفصيل لكل عنصر. ها؟ مذكره، وهذا هو الافضل. ها؟ تبين بلك ما تمكن من بحثك تقرا وتشرح. كذلك حاجه مهمه جدا من خلال الطريقه الثانيه هذه، الطالب لازم يوزع النظر تاعو بين يعني شاشه العرض لابتوب ولا الداتا شو. ها؟ وكذلك الجمهور احيانا، وكذلك ينظر لجنه المناقشه لانه شرح بصفه اساسيه لجنه المناقشه البحث نتاعو او المشروع نتاعو. يعني اكثر وقت راح يكون الشاشه ثم يكون لجنه المناقشه واحيانا الجمهور. ماهوش طالب يحط راسه في اللابتوب ما عادش يهزو خلاص، ولا الحائط الداتا شو ما عادش يخزر لا منه ولا لا، هذا خطا كبير. نفداوها النقطه هذه مهمه جدا هنا. قضيه الوقوف او الجلوس يعني اثناء تقديم العرض ماهوش مهم، يعني هنا الطالب حسب الشيء اللي يعني يريحه او اللي يعني المؤطر تاعو يشير له يقول له اوقف ولا اجلس، مش مشكل وقف ولا جلس ما تهمش، مش حاجه اشكاليه. الان نبدا نفصل دوكا في صفحات الباوربوينت هذه اثناء العرض. الصفحه الاولى اللي قدمها بطبيعه الحال هي عباره عن صفحه العنوان، يعني باج دو غارد تايتل بيج، هذه فيها مثلا يذكر فيها العنوان تاع البحث كاملا، ها كبير واضحا، ها وفيها كذلك بقيه يعني المعلومات، اسم الجامعه وزاره يعني البحث العلمي، المؤطر المشرف واسم الطالب اللي راهو يناقش الان، طبيعه الحال اذا كان ممكن اعضاء المناقشه، ها لجنه المناقشه، السنه الدراسيه، وكذلك اللوغو نتاع الجامعه. هذه كل الاشياء يعني المفروض تكون مليحه تكون موجوده في صفحه الاولى الباوربوينت باش تعطي نظره حتى على الجمهور اللي ما يعرفش المناقشه تدور حول ماذا. لما يقرا الصفحه هذه يشوفها واضحه وكتابه كبيره عنوان كبير بالالوان ويعرف اسم مؤطر ومشرف ياخذ فكره، ما يعودش فقط الجمهور حاضر ما فهم فيه حتى حاجه. فهمنا هنا الطالب نقولنا يبدا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، اقدم لكم الان عرض البحث تاعي. يبدا اول حاجه يبدا هو العنوان، يذكر لهم العنوان تاع البحث في الصفحه الاولى هذه. فهمنا لما يقرا الطالب في العرض تاعو في السبيتش نتاعو في الخطاب نتاعو يركز فقط هنا على العنوان. ويشير لجنه يعني بصفه عامه، لجنه موقره وهكذا وغيرها والى غيره. ثم بعد ذلك نجي الصفحه المواليه من الباوربوينت نتاعك. تحب تدير في مقدمه بسيطه حول يعني الموضوع العام لهذا البحث، مثلا انتدكشن، تمس اهم النقاط يعني فيها. وفقط من ملاحظة العنوان في الصفحه الاولى يعني ماذا به الطالب اذا كان فيه مثلا حاجه معينه يقدر بالابيض والاسود ولا يدير بالالوان ولا يعني مش ماهيش شرط مش مهم ماهيش يعني حاجه يعني ضروهك ولا هكا، كلها متاح. فهمنا اذا الصفحه الثانيه بدل المقدمه، اذا كان بدل المقدمه. ثم بعدها الصفحه الثالثه اذا كان يحب يدير كذلك ينتقل مثلا الى اشكاليه البحث بروبلم، يقدم اشكاليه البحث في صوره واضحه يعني جمله واضحه وكامله. ها وكذلك يتبعوا ب يعني اهم اسئله البحث، ليس كل اسئله، اهم اسئله فقط سؤالين ثلاثه على الاكثر يكفوا. فهمنا اذا الصفحه الاولى باج دو غارد العنوان مقدمه، ثم الصفحه الثالثه ما هي اشكاليه البحث مشكل البحث. فهمنا الصفحه اللي تواليها اللي بعدها
نتكلم على المنهجية البحث، يعني ما هي المناهج البحثية العلمية الابروش استعملها الطالب في بحثه، وكذلك يفصل يحب يذكر كذلك كذا كذا يذكر المناهج والطرائق كذلك العملية، لأنه منهج نظري والطريقة تكون عملية جمع المعلومات استبيان ولا مش عارف أنا ولا حوار ولا مقابلة ولا ملاحظة ولا كما هكذا، ويذكر كذلك العينة نتاعه إذا كان ممكن العينة تاع البحث نتاعه إذا كان فيه عينة مثلا جمعت اللينغويستيك وجمعت يعني العلوم الكمية هذه، فهمنا؟ بعد ذلك الصفحة اللي بعدها يذكر لنا إذا كان هناك فرضية البحث، فرضية البحث فرضية هذه في العلوم يعني الاجتماعية كاينة فرضية البحث، أما في الأدب الأداب يعني واللغات شوية نوعا ما مش يعني جد معتمدة، في الأدب مثلا الفرضية ما تكونش على العموم، عايش خطأ ولكن في العموم ما تكونش كان فرضية في بحوث الأدب عموما بالعموم. بعد الفرضية يذكرها كما قلنا كلمة واضحة يعني في نقاط معينة ونقطة واحدة فقط جملة واحدة تكفيك بس مختصر كونسايز اند بريسايز، ينتقل إلى هيكلة المذكرة أو هيكلة البحث يعني ذا ريسيرش ستراكتشر، تكلم هنا على تقسيم البحث وفصوله بصفة عامة. البحث راه مقسم إلى 4 أو 5 أو 3 يعني فصول chapters، يذكر معناوينهم يعني العموم فقط عنوان فقط الأول الثاني الثالث، ثم الصفحة اللي بعدها يفصل الفصل الأول chapter 1 يذكر المحتوى تاعه كذلك في النقاط الرئيسية اللي فيه، ثم هذا chapter 1 في الصفحة هذه اللي الموالية chapter 1 لما يكمل باختصار يعني شرح النقاط الأساسية في محتويات يعني الشابتر الأول ينتقل إلى الشابتر الثاني في كذلك في نافذة جديدة كذلك يذكر فيه ويشرح باختصار كذلك يعني أهم محتوياته، هذا الشابتر الثاني، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الشابتر الثالث الشابتر الثالث كذلك يشرح ما هو مكتوب من يعني محتوى ونقاط أساسية فيه باختصار ليس بإسهاب كثير ثم في بعد ما ذكرنا يعني ذكرنا الصفحه اللي فيها الشابتر الاول والثاني والثالث الرابع دير ثاني تخصص للرابع او الخامس كاين خامس دير الخامس مش مشكل حسب كل تخصص بعد فصول البحث ننطلق الى نتائج البحث يعني ما هي يعني اهم نتائج اللي وصل لها البحث طالب في بحثه، صفحه يقول انه بعد البحث وصلت الى كذا وكذا من خلال مثلا المعلومات اللي حللناها وغيرها، لذلك هذا هو يعني اهم شيء النتائج، هي النتائج لازم تذكرها في نهايه عرضك وخطابك امام لجنه المناقشه، فهمنا؟ ثم بعد ذلك كان عندك توصيه قدمها توصيه لما لا ريكومنديشنز تحب تذكرها مع يعني منفصله او تدمجها حتى مع الخاتمه، بعدها يجي كذلك مع التوصيات تحب تجي كذلك تجي الخاتمه، يعني هذا التقسيم هذا تاع الباوربوينت ماهوش الزامي لطول طالب ولا كل وقت يعني كيفاش ينظم، ولكن الامور الاساسيه راهي باينه صفحه العنوان الاشكاليه المنهجيه اقسام البحث فصوله شابتر توست تاعو ونتائج البحث، كاين اللي يحب يزيد ريكومونداسيون، كاين اللي يحب مثلا التوصيات، كاين اللي يحب الخاتمه، كاين اللي مديش مقدمة يبدأ بحاجة معينة، المهم هذه أهم العناصر هي هذه لازم تكون، فهمنا؟ والطالب يكون يأخذ نفس عميق يتكلم بعقله ويكون مرتاح في الكلام بتاعه في خطابه ما يزربش روحه وما يخلعش من نظرة اللجنة بعضها مثلا أحيانا أنه شيء يشوف غلطة ولا حاجة يخلع ولا يرتبك، لا يكمل لأنه هالوقت المرحلة هذه فيها الارتباك وفيها الخوف وفيها الخطأ يعني محتمل يعني بحسابك كيما انت ألف واحد غيرك نفس الوضعيه، لذلك ما تخلعوش ياسر، ثقه في النفس اهم عنصر هنا في التحكم في الخطاب، ولما يكمل هنايا ثم اخيرا قبل ما يختم يعني العرض نتاعه يشكر الحضور لجنه المناقشه على حسن الاستماع واتمنى منهم انهم يثروا البحث نتاعه which his research with their valuable comments يعني ملاحظاته بعد ما يكمل الخطاب تاعو يجلس ويستنى
الآن أعضاء اللجنة يقوموا بدورهم، يعني راح يناقشوا ويمتحنوا ويحفظ يعني يبدوا ملاحظاتهم على البحث نتاعو. وهنا لازم عليه بعد ما كمل الخطاب نتاعو يستمع كلامهم بإمعان وباهتمام، ها، ويستمع بدون ملاحظات بدون أسئلة، لأنه راح تقدم له أسئلة بعد وملاحظات راح يعطاله وقت باش يجاوب عليها. ما هوش يسمع كل كلمة يقولوها اللجنة يتدخل يقوم رد فعل، هذا خطأ كان شائع جدا. خليهم يكملوا كل واحد دوره تاعو، الممتحن الأول، المناقشة الثاني، المؤطر تاعك لو كل كلمة عليك مؤطر تاعك نتاعك المشرف تاعك كذلك، لما يكملوا الأسئلة تاعهم والمراقبتين يقول لك تفضل، يقول لك يو هاف ذا فلور، يعني عندك المجال متاح باش تجاوب الأسئلة. فهمنا لما الإجابة أسئلة هنا مش مطالب أنه يجاوب لكل الأسئلة، هذه ملاحظة لازم الطالب يعرفها، يختار أهم سؤالين من الأسئلة ولا الملاحظات المقدمة ليه ويجاوب عليهم، يدافع عن نفسه، لأن يعني سموها هذه سموها ديفانس، سموها الدفاع عن النفس. هنا تراك ماكش عندك ظاهرة شخصية مع مناقش معين، راك تدافع عن بحثك، وواحد ما يعرف بحثك قد ما تعرفه أنت، يعني دائما الباحث أو الطالب اللي خدمه تعب صح ينافع عن نفسه على أي ملاحظة أي سؤال ويجاوب طالما هو راه يبحث وتعب صح. فهمنا؟ ويتجنب كذلك يكون رد علمي، يكون رد تاعي يكون رد علمي ورد محترم محترم، ها، اللجنة من ناحية يعني لغة الجسد، من ناحية الكلام، من ناحية طريقة النظر للمناقشين، ها، ثم هنايا تنتهي المناقشة. لما كما قلنا هنايا يجاوب أسئلة تاعو، يعطي ملاحظاته، من بعد يقيموا، يقولوا تفضلوا روحوا كذا، يقيموا النقطة يعطوا كذا. فهمنا؟ بالنسبة لقضية الهدايا هذه ما هي الشرط، كانش هدايا مجبر الطالب يجيب معها هدايا، يجيب معها مأكولات، يجيب معها مشروبات وكعك، ها، ولكن قرارة الماء أنا نظن أنهم حاجة يعني لازمة، قرارة الماء للجنة، يعني إنسان يهضر ياسر ويعطش، وكي قداه طالب يفوت في نهار واحد، مش واحد طالب واحد يعني، قرارة الماء ما تضرش، أما الحوايج الأخرى كل يعني زايدة وما هي الشرط، طالب يسمى يلزم بها وما راح تزيد له في نقطة ما تنقص له. باش يكون يعني على علم وعلى بينة. فهمنا؟ أمر آخر كذلك، يعني بعد مداولات على النتائج والنقاط، الطالب يشكر المؤطر تاعه، يشكر اللجنة، ها؟ يعني يكون مبتسم ويكون يعني وإن كان أحيانا يكون شيء ما يرضيش، ولكن يكون يعني رد الفعل في حدود الآداب، ها؟ بغض النظر على العلامة، ما يكونش الإنسان كبار الطلبة ينفعلوا ويروح للأستاذ المناقش يقول أنت راك شاريها لي وأنت، هذا كلام كل راح يضرك. لماذا راح يضرك؟ لأنه قد اللجنة بعد هذا الكلام الزائد تاعك أنت يا في الغير مرغوب فيه تعاود تناقش، تعاود تزير عليك ولا تقيمك بصفة أكثر صرامة. ترفع حسابك عندك احتجاج ولا كذا، ماذا بيك عن طريق المؤطر نتاعك مشرف، قال الشيخ انت عبت وكذا ديك ولا النقطه تاعي كذا شويه ناقصه ولا كذا، اما تروح انت مبسط المناقشين وتهجم عليهم ولا تقول لهم ملاحظه نابيه ولا تقول لهم مش عارف انا يا نظره مش مليحه خاصه بين الاستاذات ولا الطالبات، هذا كلام شي راح يضرك ما راحش ينفعك خلاص نقطه، بس هذا ما راحش يزيد راح تنقص، ممكن تنقص ممكن ترى فيه حتى علامه يعني ملاحظه تاديبيه ولا حاجه كيما هكا. اذا خوتي هذا هو اهم حويصلة لي يعني يوم المناقشة وخطاب المناقشة، كيفية عرض محتوى البحث وعناصره للطالب لازم يتقيد بها، ويكون دائما يفكر انه في اطار جلسة علمية لا اكثر ولا اقل. يعطيكم الصحة وشكرا وبارك الله فيكم.